الأخت الفاضلة أم عروة، أم عروة تقول: فترة الشباب التي ضاعت علينا ماذا نفعل؟ إن شاء الله هناك مستعتب، هناك استدراك. قال إن أحسنت فيما بقي لم يأخذك الله بما مضى، أن تحسن فيما بقي فيغفر لك ما مضى، كما قال الحسن وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فمن كان قد يعني أحسن في آخر أمره وقد عوضه الله جل في علاه بالاستقامة وبالإحسان وبحسن العبادة، كل ما مضى يكون على خير. تعلم أن بعض أهل الكفرة وبعض السلف كانوا يقولون: البعض يستحسن أن يكون قد أكثر من السيئات، لهذه الآية العظيمة. عندما جاء القوم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما تقول فهو حسن، ولكنهم عن أنفسهم قالوا أنهم زنوا كثيرا وقتلوا فأكثروا القتلى وسرقوا فأكثروا السرقة، فهل هذه من المغفرة؟ فأنزل الله جل وعلا هذه أرجى آية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه مهمة جدا، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فكانوا يطمعون أن تكون السيئات أكثر لأنها ستبدل إلى الحسنات. ومن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، بل بدلت السيئات حسنات. وأنه يعني أن يحسن فيما بقي، هذه معناها أن له الحظوة عند ربه جل في علاه، لأن الله إذا أحب عبدا وفقه في آخر عمره إلى عمل صالح فيقبضه عليه. إن الله إذا أحب عبدا عسله، قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه العمل الصالح فقبضه عليه. فالحق أن نقول هذه الفترات التي مضت الإحسان فيما مضى يغفر له الإحسان فيما بقي يغفر له ما مضى. والأمر الثاني لابد من المستعتب والاستدراك. ما كان يصلي يكثر من النوافل، ما كان يصوم يصوم إن استطاع يوم ويوم، ما استطاع يصوم ثلاثة أيام، ما استطاع يصوم يومين في كل أسبوع، ما استطاع ثلاثة أيام في كل شهر، ويتصدق ويكثر من الصدقة. كل هذه حسنات قد تتضاعف لآلاف الحسنات، لأن النبي كتب الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك قال: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر، إلى أضعاف كثيرة. قد تكون أنت من الأضعاف الكثيرة. المسألة على الإخلاص، بغي سقط كلبا بإخلاص دخلت الجنة.